جانا معكم مشاهدينا، وهلا صار وقت نحضر سلطه البطاطس مع البنجر، كمان هيك سلطه فيها احمر من اجواء الفالنتاين. خلونا نشوف المقادير مع بعض. نحن بحاجه لنص كيلو بنجر مسلوق ومقطع مكعبات صغيره، نص كيلو بطاطس مسلوقه وكمان مقطعه صغير، ورق كرومب احمر، فص ثوم، ملعقتين كبيره ليمون، ملعقتين كبيره زيت زيتون، ملعقه صغيره ملح، وكابوتشي وبقدونس لزينه. لكن هيدي هي المقادير. اول شيء رح نبتدي فيه هو بطبق رح اخلط البنجر المقطع صغير ومسلوق طبعا، البنجر بما انه حلقة فالنتاين اليوم، وطبعا اكثر شيء لما نحكي عن فالنتاين اكثر شيء بنحكي هو عنه هو القلب. البنجر من اكثر انواع الخضار اللي بتحتوي على سكر، يعني الخضار اللي فينا نقول خضار نشوية واللي صحية كثير كثير للقلب، فاستفيدوا هلا بمناسبة الفالنتاين وحافظوا على صحة قلبكم وتناولوا البنجر، سلقوا البنجر وتناولوه. رح حط المقادير الثانية. لكن مثل ما شفتوا انا حطيت بالبولة هنا عندي البنجر والبطاطس مع الصلصة اللي هي ليمون، اللي هي شوية خل، اللي هي زيت زيتون وتوم، توم كتير كتير بليق على البنجر والبطاطس. طبعا رح اخد الورق ورق الكرومب الاحمر كمان بمناسبة الفالنتاين، ما قطعتهم بهيدي الطريقة، نخلي الورقة سليمة ونعبي بقلبها السلطة. يعني السلطة اللي حضرتها رح نعبيها بقلب الورق، ونوقف الورقة بهيدي الطريقة. لكن بنختار الورق السليم اللي محافظ على شكله، طبعا بتكون جيبوا الكرومب تكون حجمها صغير تقدروا تحصلوا على ورق صغير هيك. الكرومب اللي بتكون جيبوها بده يكون حجمها صغير. هي سلطة هيك لكل ستات البيوت هلا والسيدات بشكل عام اللي حابين يكونوا عم بحضروا لازواجهم عشاء فالنتاين الليلة، سلطة ممكن تكونوا عم تاخذوا فكرة وتحضروها عندكم بالبيت، شكلها مميز وبنفس الوقت صحية نسبة انه البنجر موجود، وحكينا قديش البنجر مفيد لصحة القلب. تتحافظوا على قلب زوجكم وحبيبكم طعموه البنجر، فيكم تكونوا عم بتحضروا هيدي السلطة، وفيكم كمان تكونوا عم تعملوا طبق الجمبري اللي محطوط بالفرن هلا اللي هو كمان كتير بليق للفالنتاين. واخيرا رح نشوف مع بعض الكيكة اللي رح نحضرها، اللي هي سميت انا كيكة الفالنتاين اللي رح نحضرها كمان باخر فقرة. لكن رح اكتفي بهالقدر من الوراق ورح نزينهم شوي بالبقدونس. وهيك سلطة الفالنتاين اليوم كلهم رح سميهم اسماء الفالنتاين، لكن يعني هي اسمها سلطة الفالنتاين، صارت جاهزة رح تحضروها اليوم عندكم بالبيت بعشاء الفالنتاين. خلونا هلا ناخذ بريك صغير ومن بعدها رح نبتدي بتحضير كيكة الفالنتاين مع بعض. بريك وبنرجع.